أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: بعض العمال يأخذون ماء من المساجد لتغسيل السيارات في الحارات، هل يجب على الإمام أن يمنعهم أو يتسامح في مثل هذا؟ يأخذون مما الشرب لا يجوز، أما أنهم يأخذون من ماء الوضوء من دورات المياه فهذا فيه يعني وجهة نظر، وتركه لا شك أنه أبعد عن المحذور. أما أنهم يأخذون من ماء الشرب من البرادات يروحون يغسلون السيارات هذا لا يجوز، لأن هذا الماء الذي للشرب هذا وقف لا يستخدم إلا فيما خصص له. نعم.